برسل هاد الالتفاتة وهاد العناية ديالها، يعني اللي الحمد لله اليوم كانت على ما سمعت واحد العدد ديال رموز ديال جهات فاس مكناس. للأسف أنه كاين تعثر، كاين عدة مشاكل في جميع المشاريع على شتى المناحين، ولكن احنا ان شاء الله بحول الله دورنا غادي ندافعوا في قبة البرلمان ولا في محلي، ولا ندافعوا تكون فاس. الحمد لله، غير الى كان عندي سؤال في السيدة الوزيرة نتاع المشكل ديال الفيضانات اللي كانوا وقع في فاس، وفي حقيقة كانت شلت نصف المدينة، وكان حقيقة تبرمج انه واحد السد اللي غادي يكون في ما بين نزار وفاس باش يحد من هاد الفيضانات، كنتمنى فاش توقع. وكان فعلا الجواب ديال الوزيرة انه كان ماشي مقنع، ولكن على العموم كان انه غادي دار واحد المشاريع التنمويه اللي خصها تندار في فاس، لانه غادي ببطء حقه وما راضيينش على الوضعيه ديالنا في فاس. ولكن حنا غادي نديروا من جانبنا بطبيعه الحال مع الاخوان ديالنا اللي مسؤولين فاس، باش نكونوا دبيد جد ونوضوا بهاد مدينه فاس اللي كانت حقيقه في 89 كانت عندها في الكلاسمون دوزيام حسب الاقتصاد الوطني. دابا للاسف كلاس 15 ولا 16، وهذا ما عرفناش حقا بعد المعامل كل مشدو، بعد المشاريع كلها التنمويه ترى، وهذا كيجعلنا اننا نتحمسوا وندو اليد في اليد وما نبقاوش نضربوا بعضنا بعض لمصلحه الساكنه ديال مدينه فاس. ان خصنا ندو اليد في اليد وناخذوا الطريق الصحيح، وتكون عندنا هذه الغيره على المدينه، وكما الله رجعوها للمدينه. حال فرص التنمية، احنا بطبيعة الحال عندنا عدة مشاريع اللي مبرمجة كتخط الطريق ديالها. بطبيعة عندنا برنامج طموح، برنامج كبير اللي هو ماشي غير على حسب الطيب، بينما برنامج عندنا جهوي، لأن احنا كنتمناو نجعلوا هذا المركب سوسيو ريادي اللي غادي يكون في جماعة الطيب، اللي نتمناو يكون هو برنامج اللي غادي يكون ما كنقولكش محلي ويكون جهوي، يعني يشغل واحد اليد عامله هائله، وغادي يكون الحمد لله منتزه لوليداتنا والناس الفقراء والناس المساكن والناس الدراوش خيرين ديال المصالح الخارجيه، باش ان شاء الله غادي تزيد توسع وغادي تزيد تعطي رونق، واللي غنتمناو تكون احسن مدخل في الجهه ان شاء الله بحول الله، لانه راه ديجا انه مدخل رئيسي ديال الجهه وديال الوطن كله، لانه كتعرف الطيب يوجد فيها مطار فاس السايس اللي هو دولي بطبيعه الحال، وجه المغاربه هو مطار فاس الدولي، لانه اول ما كيحل عينه السائح ملي كينزل المطار هو الطيب، واخر نظره كياخذ المغرب على المغرب كله هو ولا الطيب. اذا خصنا تكون الطيب هي الوجهه ديالنا، والحمد لله كنحاولوا ما امكن باش اننا نزينوا الواجهه، لاننا في الحقيقه خصنا نكونوا جماعه اللي في حقها وطنيه ماشي محليه. اذا هو الناس مسائل ديال التعمير الحمد لله غادي داك الشيء في الاطار القانوني وفي واحد المستوى رائع الحمد لله، وغادي داك الشيء بالتصاعد والتزايد، وبطبيعه الحال كيخص شويه ديال الوقت باش يمكن لانه جماعه الحمد لله دابا ولات مدينه، ما بقاتش جماعه قرويه، لانه الحمد لله التوسع ديالها، واخر ما كان في المشروع اللي كاين هو مشروع ديال العمران اللي فيه 73 مطار، لهذا غيأهل بطبيعه الحال الجماعه مدينه المستقبل، مدينه اللي الحمد لله اللي كاين الحال انيا كانت في التسعينات والثمانينات كان ساكنه الطيب يهاجروا للمدينة. دابا الحمد لله ولا العكس، هذا العكسي اللي ولا دابا المهاجرة المعاكسة، لأن الحمد لله الناس ديال المدينة كيدعوا للطيب، والحمد لله هذا شرف الجماعة وشرف الساكنة وشرف الفاس كله. كاين بعض الانشغالات اللي كيعانوا منها السكان خاصة على المستوى الصحي وعلى المستوى ديال الإعداديات تمطرس، ما عرفتش، والنقل بالخصوص، ما عرفتش واش كاين حلول في هذا الإطار. المشكل ديال الصحة الحمد لله كاين مستوصف اللي هو لا بأس به، طبيعة الحال كانت خاصو بعض النقائص اللي هو بحق برمجنا له، الامكانيات الماديه اللي يمكن لها غادي تكون في قريب العاجل في الاسابيع القليله القادمه، وهذا
حتى طلبنا وزاره الصحه المدنيه الصحه باش تعطينا شنو هو النقائص اللي كاينين في المستوصف. وكان عندنا الحمد لله اللي دار الولاده اللي هو حقه في المستوى اللائق واللي هو يمكن من احسن دار الولادات في الجهه الحمد لله، توا طلبنا النقائص اللي كاينين فيه وعطاونا لي ماتيريال اللي خصنا نشريو، وراه يمكن بجوجهم غادي يكون ان شاء الله في شهر 7 اننا غادي يكون لو فيرسي دي بليس على المارشي، باش غادي يكون الحمد لله. بالنسبه للاعداديه، الاعداديه تعطى المارشي ديالها الرخصه ديال الاعداديه، دازت هذه تقريبا السيمانه اللي فاتت، دازت الاربع اللي فاتت الحمد لله. اذا المقاول غادي يبدا في القريب العاجل، هذه بشرى، هذه بشرى للساكنه، والساكنه عارفه لانه الحمد لله صرحنا بها في الدورات السابقه. بالنسبه للنقل، فعلا كاين اشكاليه ديال النقل، جلسنا عده مرات مع مدير ديال الاستيباس، كاين تحسن ولكن تحسن بطيء. حنا بغينا ان شاء الله بحول الله يكون انه النقل، لانه كما قلت انا في عده لقاءات مع قدام وزير السياحه ولا قدام السلطات المحليه، اننا هذا المطار كما قلت لك قبيله مطار دولي، ماشي مطار ديال بلاد الطيب ولا ديال فاس، دولي اللي كيخص يكون انه الحافلات يكونوا في المستوى اللائق، وما يكونش ذاك الحافلات اللي هما بحال اللي قلت في واحد الكلمه ديالي قدام الساعه مصفحات ولا متلاشيات ما يمكنش. ولكن وعدنا السيد المدير ولا المسؤولين المحليين انه غادي يكون ان شاء الله تحسن في النقل.